مشاهدون قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من منطقة الحي الحسني، جبال من نفايات الصلبة. شوفوا معايا بنادم يكون واقف هنا كاع ما تشوف، بنادم يتخبى لك اللور ديال هاد الجبال ما يشوفو حتى شي واحد. فالساكنة ديال المنطقة ديال الحي الحسني طالع لهم الدم، وعياو ما يراسلو عياو ما يناشدو الناس المسؤولين بالتدخل باش يحيدوا لهم هذا الردم هذا اللي كاين هنا، وهذا الشيء اللي تسببوا فيه بعض الاشخاص متهورين، يعني كيمشيو كيجيبوا المخلفات ديال البناء وكيرميوهم هنا، حتى ولات القضيه بحال هكا، القضيه حامضه. جبال ديال النفايات الصلبه من الراس حتى للراس، لا حول ولا قوه الا بالله، والناس المسؤولين اوت. فانا لا اظن على انهم ما كيدوزوش من الطريق، فيوميا كيدوز مسؤول من المقاطعه ديال الحي الحسني، كيدوز من هنا من هذه البلاصه هذه. كنتمنوا على انهم يديروا التدخل في اقرب وقت. هذه الجبال هذه كتشكل خطر على المواطنين، وبالاخص الناس اللي كيفيقوا الصباح بكري باش يمشيو لخدامهم، فما يقدرش على انه يدوز من هنا مع السبعه ديال الصباح او السته الصباح بسبب هذه الجبال ديال النفايات. فانتوما كسلطة محلية لازم على أنكم تدخلوا وتعاونوا السلطات الأمنية، حيث فاش غادي يجي شفار ويتخبى وسط هاد المخلفات هذه وغيكريسي شي واحد، فراه المسؤولية كتبقى عليكم السلطات المحلية. شوفوا معنا جبال ديال النفايات الصلبة، هادو مخلفات البناء زيادة على الازبال اللي كيجيو كيرميوهم هنايا. فكنتمنوا تدخل في اقرب وقت، زياده على الاناره خويا رشيد، الاناره منعدمه في هذه المنطقه هذه. ما عرفتش واش ما كيشوفوش، واش بالعاني كيديروا راسهم ما شافوش، اولا بصح ما شافوش، ما عرفناش. يعني شوف دابا هنا تخبى لك شي واحد، دابا انت جاي مع الطريق، اولا اختك ولا اخوك ولا امك ولا باك دايز من الطريق مع الصباح غادي للخدمه، غادي على رجليه، تخبى ليه شفار هنا شي بارد الكتاف، تخبى ورا هاد الجبل هذا. قولي واش غادي تشوف، اولا غادي يبقى عندك العقل باش تفكر تهز شي حجره تعطيها لي للراس، ما تبقاش تفكر، غيوقف عليك بشي مسطره ولا شي جنويه ولا اللي كان، غادي تعطي داكشي اللي عندك وغادي تمشي بحال لا موقع والو. فكنتمناو على ان السلطات المحليه باش يديروا التدخل ديالهم، يحيدوا هذا الردم هذا اللي كاين هنا وهذه النفايات الصلبه، يحيدوهم في اقرب وقت ويسهلوا الماموريه على رجال الامن. فلنفترض مثلا وقعات شي سرقه هنا، جاوا العناصر الامنيه باش يتدخلوا ويلقاو القبض على هذا الشفار هذا بارد الكتاف. كي غادي يديروا العناصر الامنيه يطلعوا هنا ويمشيو يقلبوا عليه، كي غايديروا فيقدر يزلق يضرب في شي حجره يقدر المهم كدير عائق، وكاين الضرر لا بالنسبه للناس اللي ساكنين هنا ديال سعد الخير او للناس اللي ساكنين في البلوك معلم ولا عبد الله، كتشكل خطر عليهم وكاين ضرر. فمن باريت الصفحه الناس تواصلوا معنا باش نجيو نوصلوا الرساله ديالهم للناس المسؤولين، نتمنوا على انهم يديروا تدخل العاجل وفي اقرب وقت. هادشي راه خطر، هادشي كيشكل خطر على الساكنة وعلى المواطنين وعلى المارة، كيشكل خطر كبير. شوف معايا راه شاد الطريق كاملة، الطريق كاملة تلات للراس. وشارع شارع رئيسي كيهبط للرحمة، كيهبط لفرح السلام، كيهبط رياض ولفة، كيطلع للمروكومول. ما يمكنش يبقى في هذه الحاله هذه، والناس مسؤولين كيتخلصوا على هذا العمل هذا، وكيتخلصوا خصهم يديروا الواجب المهني ديالهم، حنا ما كنطالبهمش شي حاجه فوق الطاقه ديالهم. كاينه جماعه تحمل المسؤوليه ودي تحيد هذه النفايات الصلبه من هنا، حنا ما غنتسناو حتى توقع شي كارثه تشفر شي وحده وتوقع شي حاجه اللي خايبه بزاف، ما غنتسناوش.
كنوصل لكم رسالة، وكنتمنوا على أنكم ديروا التدخل ديالكم في أقرب وقت هنا من منطقة الحي الحسني، بالضبط من أنفاس مع الرحبة القديمة اللي كانت هنا اللي تشفروا فيها الحوالة أنفاس معها. طيب سي تاويد الخير، ونتمنوا على أنهم يجيو في أقرب وقت السلطات المحلية باش يحيدوا هادشي كامل اللي كيشكل خطر على المارة. فغنوصلوا على نهاية البث المباشر، نلقاكم في بث آخر إن شاء الله، تبقوا على